السلام ورحمة الله. عندك يا شيخ مصطفى دلوقتي أسئلة يا شيخ، وبالله عليك اسمعني للآخر. قدر الاستطاعة لا تسأل بالله. تفضل. تبارك الله. حضرتك أنا برجع الشغل بدري، فالفجر بيجي عليا في البيت، فبصلي جماعة أنا وزوجتي. هل تقدر تقابل الجماعة ولا ماليش؟ لماذا تتخلف عن المسجد؟ حضرتك الشغل ممكن آخر عن الشغل أنا حضرتك، أنا بصلي جماعة أنا وزوجتي في البيت. لا أنا أسأل، أنت تقصد صلاة الليل أو صلاة الفريضة؟ صلاة الفجر الفريضة، الفرض يا شيخ. الفريضة أجب إذا سمعت المنادي ينادي، لمن يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ وقد قال تعالى واركعوا مع الراكعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم أو للرجل الأعمى عموما الذي جاء يستأذن ويقول إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قيد يلائمني يا رسول الله، إذا لي أن أصلي في بيتي. فأذن له ثم دعاه قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فلمن إذن أنشأت المساجد؟ بارك الله فيك. إن التخلف عن صلاة الجماعة كان من سيمة أهل النفاق. قال ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين كي يقام في الصف.